إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. ولا ليال مانتا ومانين جمعاء وافقصنا لحي لباتنك بشهر رمضان كنا أفر بقول يا فرتن جنة بجنة صلى الله عليه وآله وسلم إلهي فضلك نعمتي جلدي وحنتاجنا همانتا لباتن هي اللحد بشهر رمضان عاونا ولباتن يتضبطي كم دهيت هبين هذا اللوغر رجدا بنا بل صحابة يسالف كذا بدنا كم دهيت إليهم وهبين كليلة القدر كاه إلهي جنة جارسي أي ما هذا أسوغ انتهي له الحمد وله الفضل وله الثناء والحسن أيام مرد وأن آدو فوقين أيام وحان لهني الله رمضان نقارسي مركو ناسو قلي وحان لهني ربي يو رمضان ونقارسي سنة وافجي رمضان وحان لهني سودة وو وابشي سونك وابشي قرآنك وابشي الدعاء وابشي ذكرك وابشي قرابة حريرينتا وبشى سمفلك يا بريجة أيام لهن أو بشى ينصر دوينيني ما أنت أنا أيام ما يركدب هي لحظات البرقسية وح لديه كره كذب أيا وحن لنا هاي مع السلامة رمضان بشى قرانك مع السلامة بشى صونك مع السلامة بشى صدقة مع السلامة وهكذا رمضان كأيام ما أنت مع سلامينا واتقرن إنسان أيامها نصومري حاسلة هاي محل ما نبى مسا ولا ما الموت ربك سبحانه وتعالى أهل موقفك أما با مرك اللوي مرك ويدية أما اللي سويدية كم لبثتم في الأرض عدد سنين ميقاس سنة والأدون كان كنا وليذين وحيليهن لبثنا يوما أو بعض يوم هل مانين أما مانين بركيس أيان كنا ولينا أيليهن أنك تبتي سويدين ممقتة بش رمضان أو شلب بلتي إن ما أنت أي جابو بيسه أرنت أي ذا مركه وأرن آدو عجاب عجائب بدن لذلك سيد علي رضي الله تعالى وارضاه أي وحوله جري شلاي تذيه ما أنت دتك لكرامي ما أنت بشر ما نيس صاده جري هي دتك لا أقبلي ما نقرنه سيان وتهني يدينه أن هنيئا لكم بقاذن أنو صمينه سيدوك لا نقرنه كوا الذي ذي كوا اللحر لهوجي سيانو التعزين يهجري رضي الله تعالى عنه وارضاه مرك بيش رمضان ساس ايضا ايكو قبا قبو بهيسا وحكا هرسن مرهن انت كهرسن الهي وحكا برينا سبحانه وتعالى ينو وناقي او ونميت ادقو بضن ونوافجي ربي قلنا اقبل سبحانه وتعالى رو القضب ان لدلو استاقو باهن اي الربا انا اذن لو ذاقو قضب ككوبات تجتان كاس أيامهاس يدق دق أي كوب حين غفك وينو كجوا نقاته السجرة إنه بحي بش رمضان أيام ما ينو مرتي عمرك هذا قريب كم إذا ويان سيدا سوكلا أنا قد ما أنتين أنو ذصعنا نما أنتين ساس أنو بحينا غفك وينو مركز ديار جرو كت أجناده معاوة مبري مبري دمبا ما مانت هذا النجوجة غفك ما أكسونا حلقة وربي آدي دونا يحلقة الدون كان وقدح بحدونا سيدا بشهر رمضان أيوب بحضي أي قفك عمر جيسون وبحيا لذلك النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أي وحكيري عبد الله يو وحاضة هتا الدون كان قف مسافرة قف أن لقرنين وميلك عصب أهان أدقن أما بقف مسافرة وجد قوينة أدقن سيديسا لذلك عبد الله بن عمر وحوله جري رضي الله تعالى عنه وارضاه هدي ادوا بريسته وما انت واغ كوبريو قلبت ان ادغاريسا كتر غلي او توبدي يا وناغي يا خيركي يا حمان كفغاشدي لا ايما او بري ايان توبكينا حدين قلبت ان توبكينا حدين هدي قلبتي ادغارتنا ان عاوا ادنبت كوبري دونته او كدنا في صلاه الفجر يا صبح دي ادغاريسا
هكو حساب تمين أيوه هجري نورشة أما عافمات كمان تعتقبتنا وقصة هي قادة مركعة سرير تفوشة أو تحمسته اللي نقفك ما أنت عافمات تعتقبتها برينا وحاو سرير ويان بري ومرض ما أنت وانوش هاي برينا وقيري وقصة هي قادة أيوه هجري رضي الله تعالى عن وضع مركعة تجتان كأيامها إي رمضان كان مري وين أن أنقنا ديار قرو شدا سوكا لنسوعنا إنما هي أيام قفك شدي سوى مالما رمضان كان أنت بحضي عمري جاني قيفكم يتأوي مسيح عندنا وكان كلام قال دونا الله نجاري سبحانه وتعالى مسك هرتيت أيام حوها نفتنا قال قال دونا الله أعلم ويان قدر كلامات قف كوائن وإسكا إلى اليوم إنه بابور ك جذال أجليو غير كجذال أجليو أما وحلو يقان انتكاسة إنه دبوا نقد قفك مال وحد كسر بحضي أدفق دد بدن أو دد ككمدة شيطان باحر حرتي dad badan oo dadka kamida iyagoo masajida ku jira ayay quraanka dhadhankiisa dhadhansan jirin dad badan oo dadka kamida iyagoo salaad kan jiray ayay u dhadhami jirin dad badan oo dadka kamida qaraabada ay goon jirin dad badan oo dadka kamida dhagahooda dhodo way muxuu aha xumaanta u furnaayeen wanaagan way ka xirnaayeen laakiin rabbiga subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan shaydaanka ayuu naga xiray nafti ayuu naga daciifiyay khayrona ayuu nagu soo dajiyay kadibna qofkii qalbigiisi iyo xamnihiisa iyo indhihiisa iyo asagii oo dhanba khayr buu furmay dhan walba uu aaday markaa wanaaga isagoo gaartaa soo noqonin hadii aad meel sare gaarto gadaal uu noqonin waa qof buur fuula oo kale qof buur fuula oo baabuur saaran buurti markii aad meeshii lagaga fannay aad joogta inaad gaariga intaad ka bixiso muxuu aha wixii celinay kadibna gadaal soo noqoto oo godka ku dhacdo waa halaag qofka markaa waa inuu iska ilaaliyo inuu intikaasa ama dib u noqdo uu sameeyo لذلك وحويان ربك سبحانه وتعالى وحوت صالح سوقاتي قبر له جير رابطه سي مفسرين شيغيان او جيرانه ميشان لو يقانو او مكه مدينه دنكاس مكه وليبا ودو جيرانه ميشا ايضا دنك طائف مكه ودخيسا جيرانه جوج جيرتي قبل بدن شقاله الى هان جيرت يا دوما مدح هذا اشمع هين وقف حي هيد خبل امبا ان مكسته اي هيد كدبنا arorti ay gabadhii ka haynaysa meeshii ayaa la tagi marka saaxirka iyo wax la tala iyo hawl ayaa la qabani ila duhurkii laga gaaro ama qoraxday ka suushay kadib markii duhurkii la gaaro xilligaas ay amar waxay bixinaysa wax wixii la qabto dhan la wada furfuro wariga taas ay ahan jirtay marka qofka intuu halkaas wax gaarsiyay kadibna uu dib u noqdo islaantaas ayuu la aqal noqonayaa wala takunu kallati naqadat ghazlaha marka ay adkaysi kadib xirkihi iyo wixii ay soo haysay talaysay ay kadib furfuraysa han noqonina anaga sidaas ayaa loo baahan yahay qodobka kale oo aadka muhiim ku ah bisha ramadaan marka ay dhamaato lix maalmood oo bisha shawaal in la sooma ayuu nabiga nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliba bishaaro weyn ayuu bixiyay oo wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qofki bisha ramadaan sooma kadibna lix maalmood shawaalka raaciyo ama ha ku daba xiro ama bisha ramadaan bisha shawaal meel ayaa taba lix ka mid sooma wuxuu la tooyahay qof sanadkii oo dhan soomaa ayuu nabigeena cadeena sallallahu alayhi wa sallam tan aan ku dadaalna dad badan anaga naga mid waxaa laga yaabaa inay soomaan dad badan oo kuwa ka badan inay ka tagto ayaa laga yaabaa ha laga faa'iideysto qofka waliba ka baqa inuu san naftiisa xakamayn karin ha ku daba qabto qofka naftiisa xakamayn karin dhib ma lahan marka lixdaas maalmood iyo soddonkii ramadaanka markii toban lagu dhufta waa saddex boqol iyo lixdankii walxasanatu bicashri amtaalihi halka xasano wanaag walaala imaadana طبعاً لاب أي ربك نسينا سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قضبك كلواتك مهم كوا قفك وإنو كبقه إن عملك إنت لأك وتكو جبي قفك وكفير جبي وقت جيس قليي هردذي أقول تقي معانك عناد أقول تقي على قابل إنت إن قفك مده ما أنت هايسته هل ركعة أما هل دعاء أما هل صلاة أما هل صون إلا قابل نقو مجرنا مانتين إله عن كبرينا سبحانه وتعالى فضل جيس عن كبرينا إنه ربنا أقبله لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أي نبي نوح إلى ذا نبي الله إلهي وحوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كو وحي بحنا مكة بحنا يان وح بحنا يان وح باي بحنا يان أما وانا جاي لا إيمانا يان آيات تفسير كذا قلب قدر وبقيا كو اسمه كو خمر خمر عباه ما كو محوها حمان تلا إيمانا صلى النبي ويدي صلى الله عليه وسلم markaas wuxuu yiri la ya ibnata sadiq abu bakr sadiq gabadheedi gabadhi gabadhiisay saas xaalada maahan kuwa ayaga waa kuwa tukadaan waa kuwa soomaan waa kuwa sadaqada la imaadaan
waliba ayagu inta la iimaanayaan ayay waxay ka baqayaan in aan laga aqbalin ay ka baqayaan markaas nabigeenu xulay sallallahu alayhi wasallam kuwa ayaga waa kuwa yusari'una fil khayrat kuwa khayrat u dagdaga kuwa wayan marka adiga haysdhihin wax walba laga aqbalay adiga marka wixii la iimaan ramaan laga aqbalin ramaan laga yiri ama lagu soo celiya halkaas taagnaa adoon ayaa tahay marka marka halka la iimaado wanaag Allah imaado ad wanaagina waliba kalsooni ku qabin laga aqbalay markaas ilaahay wuxuu ku siinaa subhanahu wa ta'ala abal gudkas iyo calaamadaas yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun wa kuwa khayrat ku dagdaga oo waliba u hormaray ayu rabbigeen ku cadeey subhanahu wa ta'ala ikhwani alkiram bishan ramadan gabagabadeeda waxyaabaha aadka muhiimka waxa kamida qofka inuu istighfar la imaado nabigeena sallallahu alayhi wa sallam markii uu salaada ka baxa السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كذبنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلهي بودم دافو يدهج النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلنا نقول إرشادي محيي لي إلهي قال لده أكوك لي أي نعمة أكوك سيي أي أمرك أكوك سيي صلاة هبكي نادوتو كتال الربي ما الله إما ده إلهي يو سيدي أذيك أدمد نيت كوما أنا انتكني سيدي أدمد نيت كوما أنا عابدين سيدي هبونت لما إيمان استغفرت الله إيمان إذن بما هنكله عبادة آيات لم تأتي على وجهها بها على وجهها عبادة آيات صدي أحبون الأذن ولي إيمان تاس آيات إله دم دافع ودي سنيسا مرك استغفرت إن الله بضيو آياتنا وحيابها آت كمهم كوايا كمتهي نبي قانا صلى الله عليه وآله وسلم هديسها عملك إن لجوك تيو أوقفك مداومة ولا إماضه ولا قام مرمان ونكسنا لذلك النبي قانا صلى الله عليه وآله وسلم مرك عمل سميه وسوق جري وجوكتين جري عمل ونكس مر بدو الله إماده النبي قال جوكتين جري صلى الله عليه وسلم سي وري سي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم انت اسمرك وارمه لحريري بالشصون يا انت قد هذا الوجرة يا صنكي لحد ما الموت او رعصنيت او صنك جزء كان غنيس سنة نكون كمليس ان شاء الله تعالى نونا كمليس نمانتن ان شاء الله تعالى لا بقضب oo sonka daba yeelo oo laga marmaana qodobka koobaad waa zakatul fitri wa daqarson ama daqarson saw taqanid daqarsonkaas oo qofka u bixiyo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ay amarku bixiyay hadith muttafaqun alayhi lafdigan u leeyahay al imam al bukhari aya wuxuu leeyahay abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala an warda النبي جاءنا وحو فرض يلي عليه الصلاة والسلام بأمر من ربه تبارك وتعالى طبعا وحو فرض يلي زكاة الفطر هل ساع أو تمرة أما هل ساع أو قمديء وحو كفرض يلي الدونك هل كاس على قبل الله على العبد الدونك يا قبل الله الدونك إيه كان حرتة إيه كان لدقة إيه كان لبكة رقي دمر إيه كان ير إيه كان وين oo muslimiinta kamida shartiga saahira nabigaana wuxuu amar ku bixiyay sallallahu alayhi wa sallam in la bixiyo intana salaad ciid la tukanin zakat alfitr gas marka nabigaana ayaa farad yahay sallallahu alayhi wa sallam amar u rabbi si ayuun ku farad yahay wuxuuna laba xikma oo weyn ayuu nabigaana ku sheegay sallallahu alayhi wa sallam du'matan lil masakin masakin ta ay qud u tahay maanta ayda adiga inaad iska barwaaqaysato iyagina gacmahooda ay maran yihiin calooshooda ay maran tahay sax maahan ugnuhum ani su'aal ayu nabiga sallallahu alayhi wasallam ugnuhum ani su'aal su'aasha ka deeqa maalinta ayada tan xikmadda labaadna maxay tahay waxyaabihi daqarradi soo gaaray iyo dhaawacyada soo gaaray soonkaaga ayay kabitaan u yihiin sunnada nabiga cadi sallallahu alayhi wasallam marka zakatul fitr ga in la bixiyo awliba sa'a wa afar mud afar عن توبة الله بدك عمد ولا سكوا قبتي وسأل له عن توبيي أفرجر أي علي ماذا كل شيء كان مرك ميزان لي رهضنا لبا كيلا أي لبا بقلو جرام لقى باللبا إلى سدح كيلا أنت صيال الجرسيي لبا كيلا إلى لبا بقلو جرام لبا كيلا إلى ربع لبا كيلا إلى بر سدح كيلا علي ماذا قرأ يا جاسيين صوبت كنيسة وحيت هاي تمر إلى زبيب إلى بريث iya qamadi hadii waa lagu beego oo ka dibna beega isaga aha miisaan la saaro isku miisaan ma noqonayo kala culusiin taas ayaa keenaysa marka laakiin inta oo taqaanaan laba kiilo bar ayaa taqriiban inta badan la bixiya
marka zakaat al fitr ga in la bixiyo oo xoog la saarana insha Allah ta'ala ha lagu dadaalo waxana laazima inta salaad aan la tugin kor in la bixiyo waxa la bixin kara waliba dad hadii qof wakiil dad ka wakiil ho lo diiba laba maalmood ama maalin ka hore maalinta 92aadka ah iimaanid 30aadka ah ama maalinta 30aadka ah labada maalmood waa la sii hormarin kara waa la sii hormarin kara insha Allah ta'ala سيدي جمهور تأي قبان كاش لغو ما بيحين كرو على قولي جمهور أهل العلمي كاش لغو ما بيحين كرو نقدقة أو لعق نمئن لغو بيحيو مذاهب تقار أيا قبان لكن جمهور أهل العلمي حي قبان إن راشين لغو بيحيو محايا الله بيقانا صلى الله عليه وآله وسلم زبن كيسي راشين كان وود لغبنا لعق تانا أوليبا أو تنققي ما بدون الدهبي في الضوه مسكوكة أو شرمات هيا لغبنا نبي قانا عليه الصلاة والسلام كموسا بيحينين ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لكم بحنين ولا صحابة النبي قال لكم أين بحنين وعلى هذا الأساس ما دام النبي قال أوسن بحنين الخلفاء الراشدون رغم كذا أوسن هين إن طريق النبي قال أمر صلى الله عليه وسلم ولا قم مرمان قدر كدن بيه وعيد النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم وحي ماذا مقال هذا مدينة دتك مقال هذا مدينة دقنا لما الموت أي عياران أي فرحان أي الهايين أي عيدهان وأهيد نبي نوحي صلى الله عليه وآله وسلم إله وحيدك هو بدري لو ما الموضوع كخير بدر وما عيد الأضحى وعيد حجك حل قيس لقوتة أما عيد وين هلو يقانه هي عيد الفطر عيد هذا محوها بش رمضان كذا بيسو الله بضعت أي ربي كان إذن كوب بدلي ربي أي إن كوب بدلي أي نبي صلى الله عليه وسلم عيد كلوس دحاد عد إسلام كوب دحش أكتر وبين أبورت وقفك كوب بين أبورت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم محايل النبي كان وعدي إلهي وحيد إنك جب بدلي لبم مع الموت أما اللباع يدور أو إنك خير بدن الأضحى والفطر يوم الأضحى ويوم الفطر أيها النبي جانا عليه صلى الله عليه وآله وسلم مركم مع المها أيها إن عيد اللوبحة إن للبسته إن لقبيسته إن لس عذريه لذين مش جاي أمد الله مش جاي واتقنانه سوق هذا بحلي عزم بيجد ما واتقنا تأي هذا مهم أدو ماها لكن وح مهمك وحيتاي فرحدة إياه وين نقطة مت كجانجون شريعة الإسلام كا لكن كذا إيه أمرك إلهي سبحانه وتعالى ما أنت عيد مع هذا ما نقف كينو محوها وحول بتراره إلهي أنتو حرمي حرام وين رمضان حرامين عيد حرامين ما نمه كلا حرامين إلهي محرمات كيسة لو ما دوان كرو دائر توه نقول دقينا جزاكم الله خيرا وناك بدن بالله ما دين مساجد ذاتك عمرة دائر توه بدن وادو جدا حليه رمضان ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة تي فرفرطي حركه أي ما أنت بنك شقيني سنغنينا ولا تبطلوا أعمالكم عمل كين هدمينينا قبل أي ويل الب ربي إنك بقى سبحانه وتعالى يانا أركن ويلي قبر قعمس هايستو يانا أركن قبر أفكع سيستي أو خفيف وقاب دران وضته يانا الله أركن حفلة ذا لقو مقعابا رمضان سودوين أو ويل الإي قبل وذا قاون أيس كل حيا عيان يانا الله أركن موسيقى هي بلايا هي حمان يانا الله أركن ما لا إلهي سبحانه وتعالى وحرم أيضا للتغن يانا الله أركن أيضا والصلوات كلا ضيعي فرائش الله ضيعي يانا الله أركن أيضا موتوين لساران يهي قابدرا أو فلح الله بالله سدح سدح رقي دمر يا دمر يانا الله أركن انت صوتا وحيابها إن لقو الدورة لقو إلاليو فرحادة سيكمتاي معنى هذا ما أنقفك إن لو بدل ما ننت عيدا ما نين مرقا ما أهن وما نين فرحادت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى عيار أي كل عيار ينقليه حبشرها مسجد قديسة أي نبينا صلى الله عليه وسلم وداونا أي عائشة إن أي داوة أي كعونا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تجنا عليه الصلاة والسلام لكن محرم مجرين استحق المجرين بلايا مجرين يعني وحيابي محرمات كورن سيدي حرام إلى يوم القيامة إلى قيامة أي كذا عضو حبين ما بنانا ما نين ما بنانا عيد ما بنانا غير عيد ما بنانا محرمات خليسك إلى لي هل فرحة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه بشان رمضان خير نوغرنا ميه ربي إن رمضان كخير نوغرنا ميه أي ربي ويدي سنين سبحانه وتعالى ربي وليلة القدر كنوافجي ربي وليلة القدر كنوافجي ربي ونار تنقى حري ربي ونار تنقى إي والدين تاني أولادين إي أزواجين إي أقربادين إي مسلمين تنقى نار تنقى حري ربي ربي وأذنك ويدي سنة أدوم هذا يانا هي مساكين أيانا هي أذى يانك وباهنا هي عذاب كنا نقول حكم فليس ربي وهنا عذاب ربي وجنة الفردوس على نسيه أنا جاي محو أنت مسلمين ترى ما أنت ربي وحمار ونجاقبه شرور ربي ونجاقبه
حاجاتك أن لنا ربي ونمانت نوضسي أيضا ونكسن أو خيرة حمانت أن كبقين ربي ونقوض حجاب أذن كتغنية ربي عمر مديد وبركة سنة رمضان بدنا كوكان أنا أمان إي أمني إي ونك هاي سنة ربي ونقرسي ربي وأذن كوري سنة كويدي سنة أن كتغني مسلمين تملك سيجوكان قرقرسي إلهي مسلمين تعدك استودل لي سنة إلهي أجاك دولي إلهي عدك استودل مسلمين تنبيس أجاك دب وقيسو ربي ومسلمين تبتبادسي ربي ومسلمين تمنوسي ربي ومسلمين تأود يقوت يمحوها دقالة يوناك يتوصنان يعلم ربي وسي ربي ومسلمين تملك سجوجان عزة شرف سعيدي ألا عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك دين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.